حكيم حكيم مشي حال الابل ووتش. السمارت ووتش صارت أداة مهمة عند الأطباء. كتير ممكن. Money talks. دراسات جديدة أظهرت إنه أطباء القلب بينصحوا مرضاهم بشراء الأبل ووتش. بس ليش؟ الناس يلي عندهم ساعة أبل بيلتزموا بلبسها أكثر من الأجهزة الذكية التانية. هيدي البيانات المستمرة بتساعد الأطباء والباحثين يكتشفوا طرق جديدة لتحسين الرعاية الصحية مثل تتبع التوتر بعد العمليات الجراحية. كمان مريض عنده اضطراب بنبضات القلب بيحكي إنه دكتوره نصحه يشتري ساعة أبل ووتش سبيشال إديشن وصارت الساعة فعلاً تنقذ حياته لأنها بتبعت البيانات للدكتور مباشرة. هيدا غير إنه أبل عم تتعاون مع الباحثين لتطوير التطبيقات الصحية. وعم نشوف تغييرات جديدة بنظام التشغيل Watch OS 11 لتتبع الصحة بشكل أفضل. ولهيك كتير أطباء صاروا ينصحوا المرضى يشتروا ساعة أبل لمراقبة نبضات القلب رغم إنها مش معتمدة رسمياً لهيدا الاستخدام. ليش؟ لأن الساعة بسيطة، رخيصة ومتوفرة عند كتير من الناس. ببساطة ساعة أبل مش بس أداة ترفيه بل صارت شريك أساسي بالرعاية الصحية وعم تنقذ حياة الناس. Thank you.